دي لحم، 2 كيلو لحم هتغدى بيهم. تتغدى ب2 كيلو لحمه؟ ايوه، بطني وانا حر فيه. هل على راي المثل اقرع ونزهي؟ اقرع ونزهي يا ست، اقرع بس عيش. اقرع على نفسك، لكن جوازك من بنتي لا. ليه يا ست ام علي؟ هو انا مش محوش معاكي؟ ينيلك، هما 605 مرطوش هتتجوز بيهم؟ لا، 605 جنيه. 605 جنيه تتجوز بيهم؟ يا ست ام علي، العروسه موجوده وانا موجود، والفلوس ما بتسعدش حد. البوتاجاز بكام؟ ب 5 جنيه. والتلاجة بكام؟ وأوضة النوم بكام؟ 5 يا ست، النام على أرخص حاجة. أيوه، عايز تتجوز بنتي وتنيمها فوق السطوح. أمال أعمل إيه هاني طيب؟ شوف يا رمضان. نعم. ما تزعلش مني، أنت لا تصلح للجواز متلكن. متلكن؟ متلكن ليه بقى؟ ناقص إيد؟ ولا ناقص رجل؟ ولا ناقص منخار؟ لا، ناقص فلوس. ما كل الناس ما معهاش فلوس، عشان كده ما بيتجوزوش. يا ست ام ما تكلمي علي. وهتتكلم تقول ايه عليا؟ يا ماما بالتفاهم مش كده. واحد بقاله 3 سنين بيحوط لي ب 605 مرفوض. ب 605 جنيه؟ يا ماما، يا ماما اعذريه، هيعمل ايه بس؟ وانا كمان يا بنتي هعمل ايه؟ ما هو كمان لازم يعذرني. ارميكي يعني؟ افرض ان دي اختك، ترضى تبهدلها مع واحد زيك؟ واحد زيي؟ ماله اللي زيي يعني؟ يا ست انا لا هبهدلها ولا حاجه، انا هحطها في نن عيني من جوه. من جوه؟ ايوه من جوه، مقلسي قوي. يا ابني احنا مش عايزين عينيك، عايزين جيبك. الوقت اللي احنا فيه ده وقت فلوس، معاك فلوس؟ لا، معايا برطيش. خلاص، تبقى برطوشه ما تسواش، ما تزعلش مني. الله، هو انت ترزعيني الكلمه وتقولي لي ما تزعلش مني؟ اعمل لك بنتك ايه؟ جبلتي يا ست، ما تعمليش حاجه، حقك عليا. رمضان، استنى بس يا رمضان. يا اختي اقعدي لا حوارا، تعملي ايه؟ يا ماما حرام عليكي كده. حرام عليا حتى احنا اخوخا. ما تجيش شر عليك. يا بنتي ده مش هينفعك، ده هيفضل عايش كده على الحميد المجيد. إله ربنا يخرب بيتك يا ام علي. لا طمر فيها الرز، ولا طمرت فيها السمنه، ولا طمر فيها الميه اللي هدت حيل. يا ابني اهدى، بكره كل شيء يتصلح. ولا بتصلح ولا بتتنيل، دي وليها طماعه. اي والله طماعه، بس شويه شوربه وعظمتين للكلب، انما ايه جاكي كلب لما يبقى ينهش مصارين اللي جابوك يا ام علي. الهي يا رب تطفح الرز، الهي يا رب السمنه تبقى تنزل تشعوط مصراك الغليظ، انت والجزار اللي عايز ناكل الكلب برياه. امال الموظف اللي زي حالاتي ياكل بكام؟ ما هو يا ابني انت لو كنت كملت الحقوق مش كان بقى وضعك احسن؟ هم يعني السباكين ولا الميكانيكيه ولا الرقاصين معاهم حقوق؟ طب ما انت، ما انت عربجه اهو، وشوف انت بتاكل ايه وانا باكل ايه. الله 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 الله، احنا هنق مرضيه، تعالى كل معايا وانت اللي مرضيتش. ثم حقوق ايه اللي كنت هكمله؟ ده انا قعدت من سنه اولى لسنه ثانيه في 6 سنين، كنت هلاقيها منين ولا منين؟ هلاقيها من الخزنه ولا من قانون العقوبات ولا من الجنايات ولا من الطوابير الجامعيه ولا من مجاب الميه ولا من مجاب العيش ولا من قله ادب المدير العام؟ طيب دلوقتي ناوي تعمل ايه مع حماتك؟ ضروري هنلاقي حل، ضروري. ما تيجي نبادل، انت تاخد العظم وناخد الفراخ، ما انت كنت فراخ كتير، انت مستني ايه؟ ما تيجي نبادل يا جدع، بلاش كام فرق. دوق انت بس، دوق انت العظم دي هتلاقيه هايل. اي أيوة والله. طب انت مستني حاجه من الدنيا؟ يا راجل اتكل على الله. السلام عليكم يا مغاوري. ازيك يا ولد؟ الحمد لله على السلامة يا استاذ رمضان. ازيك؟ الحمد لله على السلامة يا استاذ رمضان. مالك يا واد بيسأل بغل كده؟ ايه اللي بيحصل فيه؟ ايه في ايه؟ انتوا قلبتوا الدار مقابلة للجواميس؟ ايوه، اصل ابويا العم دي مخلي كل حتة في الدار دلوقتي تجيب فلوس. هو ما فيش سنة غير سنة الفلوس؟ نهايته خلي العم ده فين؟ موجود جوه. اتفضل يا استاذ رمضان. يلا اتفضل. قلتوا ايه؟ السلام عليكم. عمرك يا عمر. اهلا وسهلا بيكم. ازيك يا خالد؟ رمضان، اهلا وسهلا. مال وشك اصفر كده يا عكر؟ ها؟ ازيك يا خالد؟ اهلا. ازيك يا هنداوي؟ بارك الله فيك يا رب. ازيك يا شيخ؟ اهلا 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 يا خالد. اهلا بك انت. يا الدنيا
بره ولا حاجه؟ يا بس عشان انت جاي من صفا. ازاي مصر واللي فيه؟ مصر كويس واللي فيها كويسين قوي. ازيك انت يا خال؟ هي الدنيا ساقعه باين يا ابني. ما ترسلك على بار ساقعه ولا سخن؟ اي حاجه يا خال، حاجه ساقعه حاجه سخن، اي حاجه تشرب وخلاص. طب ما تقول كده من الاول. اديني اقول شاي اللي جوه. علي النعم، ما فيش اي ولا ليله جاي. ها ازيك يا خال؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. نستاذن احنا بقى يا حضره العمده، وسيبك مع الاستاذ رمضان. طب اديله يا جدع الفلوس قبل ما تجوه. اهم 8000 جنيه جبناهم من التاجر اللي قلت عليه يا عمده، عددهم بايدي. تحب اعدهم لك تاني؟ 8 اساتك، كل استك في 1000 جنيه. ده رايح انت، انت ما بتفهمش يا ولد. الله، خلي العمده عمال بيغمز لك عشان ما تجيبش ست الفلوس قدام. انت حمار. سلام عليكم. مع السلامه. سلامات يا رمضان. اهلا يا خالي. عارف يا خال، الدنيا مره تبقى ساقعه ومره تبقى سخنه ومره تبقى هفتانه. تجعان وافرض يعني، ما انت هتقول غدا اللي جوه. غدا اللي جوه يبقى بني. خير يا رمضان؟ خير ان شاء الله يا خال، خير. انا كنت جاي لك في مشوار سريع كده، كنت قصدك في قرشين، كنت عايز رزمه يعني. منين يا من هنا؟ ثم انا شايف وسامع دلوقتي ان ربنا فتحها عليه. ايش بقر وايش معيز وايش خرفان وايش جواميس، وما تنساش كمان ان ارض امي كانت جواميس عليه، عملت لك خير قد كده. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ بلاش الغادي عليه جوه. يعني كان هيجي. انا ما احبش الكلام العيوب. ارض امك انت كلت بقى من زمان. كلت بقى ايه؟ حادق وبتاو؟ هتحاسبني على الحادق والبتاو اللي كلته؟ بلاش يا سيدي حكايه الارض، خلي علشان خاطر رابطه الارحام اللي بيني. وانت صغير عشان تشحن؟ شحط طويل عريض مستوظف في الحكومه وجاي تشحن؟ ثم اجيب لك من ايه؟ انا ما حلتش حاجه. ما هم لسه مديلك تمن رزم على قلبك قد كده هم. دي فلوس ناس. قوم يا رمضان، قوم يا اخويا الحق عربيه بصره قبل ما تفوتك. بالسلامه يا اخوي.